السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وحياكم الله. أمس شمس ودرجة الحرارة وصلت 20 درجة مئوية. أمس كان اللبس جدا عادي جدا عادي، وأول مرة في النرويج ألبس لبس خفيف جدا، أروح عند الدراجة أخذ أغراضي وأرجع. واللي موجودين كلهم حتى فيه هني جروب من ماليزيا سياح أيضا كان لبسهم جدا عادي هذاك النهار، ولكن اليوم لا، اليوم لا، الأجواء مش عادية لأني أنا شوية منسخ بس على الجامعة، شوفوا شوية فأحس ببرودة. عموما قبل ما يروح علي الفطور والله تعبان، أنا قلت لكم أمس 9 10 ساعات سايق وخلاص، من هتحيلي رقدت، نشيت الساعة 5:15 و رجعت نمت مرة ثانية وتوني صاحي. على العموم بروح أفطر ونجهز نشيل الأغراض ونكمل طريقنا. الجو حلو وبارد يعني حلو للرايد، نشوف ونوافيكم. بصراحة أنك تمر النرويج وما تجرب الجبن الأسمر فأنت غلطان، هذا أفضل شيء عندهم في النرويج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم للقناة مرة أخرى. اليوم طلعت متأخر من الفندق، حاليا الساعة 11:06، درجة الحرارة 11 درجة مئوية. على العموم ماني مستعجل اليوم لأن الوجهة راح تكون أوسلو العاصمة، والعاصمة تبعد عني 273 كيلومتر بالضبط. يعني اوصل اذا مسكت الخط بوصل الساعة 2:30، فثنتين ونص وايد من وقت. غيرت الخطة بالكامل، انا كان اتجاهي اصوب، كملت يمكن 15 كيلو وأجلب، ما عجبني الشارع الصراحة، أجلب أجلب أجلب، شفت فيه طرقات جبلية. هذاك اللي أنا كنت فيه الإي 6 هو أتوقع الشارع العام أو الخط السريع حاجة زي كده. على العموم غيرت الخطة ورديت مدينة أوتا، وطلعت من مدينة أوتا الحين بهذا الاتجاه، مدينة أوتو خلفي صارت. عسى أن هذا الشارع يكون أفضل عن شارع الإي 6. يا ويلي على عيشة البقر، يا ويلي. العموم الحين ماشي على شارع 15، هذا شارع 15 الإي 6 هاي واي، هذا ما ينفع. وحلو حتى لو تمشي على الإي 6 حلو، لكن تبغي الابداع والمناظر كلها فالطرقات الجبلية. يا سبحان الله، يعني في اماكن امر عليها كأنها لوحة مرسومة رسم فوتوشوب، يعني تحس انها نظيفة، مو بنظيفة نظيفة اقصد يعني انها منظفينها، لا لا، نظيفة كمنظر ما عليها غبار. سبحان الله، شوفوا الألوان، أحمر بني أخضر أصفر، شوفوا الجهة الثانية الألوان كيف. طلعت من شارع 15 ودخلت فيه، ما أعرف يعني للحين ما مر علي أي اسم لهذا الشارع، لكن مرتفع والله يا جماعة، مرتفع مرتفع مش شيء بسيط. الشارع طبعا من تأليفي، حصلته وقلت بمشي عليه.
ما أعرف إذا تلاحظون الغيم وايد قريب من الغيم، ما أعرف ليش أحس له شوية بعد بنصعد بندخل في الغيم. هذه بحيرة على يميني. بسم الله الرحمن الرحيم، استعنا بالله، نكمل طريقنا الى العاصمة اوسلو. خلاص تقريبا خلصنا النرويج الحمد لله والشكر، لفيناها، ما بقول لفيناها كلها لان بيني وبينكم بعدها، يعني انا بحاول احط لكم الخريطة. أحاول أخلص رحلة أوروبا قبل ما تبدأ الثلوج. خذوا منظر البحيرة والجبال والغيوم. جليد فوق هذا الجبل. تشوفونه الثلوج، بس الغيم مغطي. حاليا بندخل في غيمة. هذا اللي أشوفه، أشوف الشارع. مسار الشارع تشوفوا وين رايح، رايح في الغيمة. الله يستر. يلا شوية نتشمس. أيوة هذه هي الغيمة. شوف يا سبحان الله مجرى النهر. وقفت في هذا الباركينج بس عشان أبدل بطارية الكاميرا. بسم الله. طيب حاليا انا وسط الغيم، انا امشي في غيمة حاليا. ذكرني في مرتفعات صلالة، مرتفعات صلالة كلها كذي ضباب. درجة الحرارة وصلت 5 درجات مئوية. حاليا الساعة 1:30. شوفوا الثلوج يا جماعة، شوفوا. هذا راعي ادفنتشر، هذه ادفنتشر. خايف. يلا ولي امشي ولي. برد زين. انت شوية، انت وين تمشي؟ شوفوا شوفوا وين يمشي، نص الطريق غلط والله. هاي السواقة غلط، لازم يكون هنيها علي هذا الخط الابيض. خلاص انت ما تشوف شيء الحين، انت تمشي على الخطوط، هذا يكون سيفتي لك انت، للسيارات اللي جاية من الخلف والسيارات اللي جاية من امامك. الله الله الثلوج. ابشركم اني جاوزت الاوروبي. على العموم هني انت انت وخبرتك، انت واحساسك، انت والشارع والغيم. نصيحه لوجه الله، تسوق دراجه في ضباب لازم تعرف وتحاسب وين تمشي. انت في دراجه خطر عليك، فلازم تكون ماسك الخط الابيض هذا اللي على اليمين، بحيث ان لو شاحنه جايه انت ما تشوف، خاصه ان هني طرقاتهم صغيرة يعني. يلا يلا سيارة رايحة وسيارة رادة. بالإضافة أنك ما تم مركز قدر المستطاع، يعني مخلي باور عينك أو طاقة عينك في الأمام. لازم تشوف هذه المناظر، تشوف منو جاي من الخلف تنتبه. والحلو هني في فنلند والنرويج أن سواقتهم طيبة، مو بنفس الاوروبيين، لا سواقتهم حلوه. ويلاه ويلي ويلاه، يعني الواحد يخاف من البلاك ايس، الجليد الاسود. الجليد الاسود انت ما تشوفه. ما شاء الله البحيره، ما شاء الله. شوفوا شوفوا يا جماعه، و
والله في مخيمات هني تحجز و... وناس لها بارض ما شاء الله ما شاء الله. والله في حياة على هذا الارتفاع. إذا تدور خضار وعشاب فهني ما في لا خضار ولا في أعشاب، هني استايل ثانية. تعرفون شو في خاطري يا جماعة؟ والله العظيم في خاطري آيس كريم. ولا في محطات، من مسكت هالطريق ما في محطات، وباقت لي بس نقطتين من البنزين. ما أعرف يوم تمر علي هذه تحس إنك مار على متحف، لكن يطلع مو متحف. شوفوا الأكواخ هني كلها باللون البني، بني فاتح، بني غامج، الأغلب بني غامج. وهني أول مرة تشوف اللون الأسود. والله أنا متعجب. قرية ميتة. شوفوا أكواخ على اليمين، أكواخ على اليسار. أنا منبهر من ياسة أشوفه يا جماعة. على فكرة موسم الشتاء هذا الطريق مسكر، ممنوع مرور السيارة وممنوع مرور الدراجة النارية حسب التعليمات اللي أقراها. شوفوا والله في تلفريك هني، وفي والله يا جماعة. ومطعم. طيب انا وانا على ارتفاع شاهق الصراحة اصور لكم هذيك القرية. فمريت على مكان في اكتيفيتي وفي مطاعم ومحلات وتلفريك وفنادق، فتحس ان هذا المكان حيوي. يعني تحس ان في شغلات، في محطة بنزين هناك. الشتاء هذا المكان يكون فيه فعاليات اسمه بتستولين. يبعد عن هذه المنطقة، تبعد عن العاصمة أوسلو 220 كيلو، فيها 3 ساعات و20 دقيقة تقريبا. المهم قلت لكم خاطري آيس كريم، فيلا نروح نشوف إذا عندهم آيس كريم. طيب وين الآيس كريم؟ آيس كريم هذا هو الآيس كريم. هذا مطعم، والله اطلالته جميلة صراحة المطعم. يلا بعد ما اكلنا الآيس كريم نتوكل. نتوكل الى العاصمة أوسلو. طيب نطلع من هذه القرية الجميلة. بالإضافة أن هذه القرية ما بشغالة 100%، شغالة 100%. المقصد أن المحلات مشكلها فاتحة، مشكل المحلات فاتحة. موسمهم في الشتاء حتى الفنادق ما بشغالة، وفي بعض المطاعم وبعض المحلات أيضا ما بشغالة.
يا سلام على المناظر هذا، ونحن نازلين من القرية نمر على هذه المناظر. اكو اخ على طول الطريق، جماعة شو رايكم نسوي تحدي؟ شوفوا عندي نقطتين بس في التانكي، حلو حلو، وعندي 5 لتر في الدبة الخلفية، حلو حلو. زين كم يمشوني هذين النقطتين؟ لحظة أنا بقولكم كم يمشوني. يمشوني 152 كيلو، مثل ما هو واضح بالشاشة، ممكن أقل وممكن أكثر. المسافة المتبقية عشان أوصل لعاصمة أوسلو 204 كيلو، مثل ما هو واضح، ما أدري إذا واضح ولا لا، هذا هو، فيها 3 ساعات. فأنا ما بعبي، بتشوف هذا البترول يوصلني أوسلو ولا ما يوصل. والسرعة 70 80 70، يعني نورمال. وإذا نفضة في عندي سبير، يعني ما في خوف. على العموم نوافيكم بكل ما هو جديد. يا سلام شو هالزين حركات هذه القرية بعد، ها؟ والله جميلة، والله والله حلوة يا جماعة. شوفوا البيوت اللي فوق ليبل، عدنا من جديد إلى القناة بعد ما فضن جميع البطاريات. ما أعرف شو موضوع بطارية الجوبرو، يعني تفضي على السريع. عموما آخر تصوير كان لي أتكلم عن البنزين، باقي 20 كيلومتر، راح النقطتين خير شر، ما في ولا نقطة، فيعطيني الحين 19 كيلو، ما أعرف إذا واضح ولا لا، 19 كيلو، وباقي 97 كيلو عن أوصل العاصمة أوسلو. بعد ما يصفر هني وين مكتوب 19 كيلو، بعد ما يصفر هذا الدراجة تمشيني زيادة 40 كيلو، خاصة على سرعة خفيفة نفس الحين 86 90، ممكن 100 كيلو متر في الساعة، فالدراجة بتوصلني من 30 إلى 40 كيلو. فهل بوصل أوسلو ولا بتبند الدراجة قبل؟ نروح، أحب أغامر. صحيح يا جماعة أنا عندي بطاريتين، لحظة شوفوا يا سبحان الله، بعد نسيت أحطه. شوفوا أنا عندي هذا الجهاز واشحن فيه، طيب فالحين هو قاعد يشحن. أنا لما بدلت البطارية هذه يوم فضت ما ركبتها عدل، حطيتها بسرعة بهذه الطريقة، فما كانت تشحن. شوفوا نفس الطريقة، فلازم أتأكد أضغط عشانها تشحن. ففضل البطاريتين وسلام عليكم، ما كان في تصوير. نوقف نعبي ولا نكمل؟ بكمل. باقي 1 كيلومتر وهني باقي 74 عن اوصل المدينة او اوسلو، وهاي محطة. الله الاجواء حلوة، اجواء ما شاء الله 100 100 حق المغامرات، يلا نسويها مغامرة. بما ان قمنا نتقرب من العاصمة اوسلو، فلاحظ ان المحلات بدأت تكثر، محطات البترول قامت تكثر بطريقي، يعني كل كم من كيلو محطة، كل كم من كيلو محطة. باقي 45 كيلو لين العاصمة، حتى البنايات قامت تتغير أشكالها، دائما العاصمة تكون غير يعني. لكن والله الأرياف ما في مثل الأرياف، تبى رايد صح، رايد في الأرياف، في القرى، في الأرياف، طرقات جبلية، هذه بتكون افضل شيء للرايد يعني. والبنزين ما زال مقاوم، الحين مشيت بعد ما صفر 30 كيلومتر. انا اذكر ان بدون الوزن الشنط اللي خلفي وها كان يمشيني 40 كيلو،
بعد ما يصفر ضيعت ثاني مرة أضيع الطريق. يعني هذا بحد ذاته روحه راحوا 4 كيلو من التانكي على الفاضي. مشيت 60 كيلو لين الحين. اي والله 60 كيلو. الحين هذه رجعتي فيها 4 كيلو هي يوم ضيعت رحت، والحين راجع على نفس الطريق بعد 4 كيلو، المجموع كله 8 كيلو. 8 كيلو يا جماعة ضاعت علي. باقي 14 كيلو واوصل العاصمة اوسلو. انا اتمنى شيء واحد، ان ما تفضي علي وتبند في نفق، لان النفق مالهم يعني يلا يلا يشيل سيارة واحدة، سيارة واحدة وما في مجال شوية انك تلف يمين او توقف يمين. بجيب ام العيد لو بندت علي في النفق، والله العظيم بيتسكر بيتسكر السيد، ما في مجال، حتى ما يقدر ياخذ يسار لان في حواجز، وهالحواجز فقط هني يوم وصلت العاصمة في الانفاق، لكن في الارياف لا ما في حواجز عادي. لو اختربت سيارتك، دراجتك وقفت، ما عندك بنزين، فتقدر تضك على اليمين وياخذون عنك يسار. وصلنا خلاص، وصلنا 5 كيلو يا جماعة، انجاز للادفنتشر، انجاز. خلاص بندت، باقي 3 كيلو، باقي 3 كيلو 800 متر. يلا مشيني بس شوية قدام، شوية قدام. أيوة عند هذه اللفة، أرجوك. أيوة الحمد لله وقفت هني. طيب تعرفون يا جماعة كم مشتني؟ جماعة الدراجة مشتني 68 كيلو بالضبط، 68 كيلو من صفر عندي العداد التانكي. كفو، هذا الشيء ممتاز في دراجات الادفنتشر. التانكي مشيك وايد، بس هذا مو معناته ان خلاص يعني تكون الدراجة كلها اوكي، لا، فيها ايجابيات وفيها سلبيات. طيب سوينا عملية سريعة، يا الله يا هالجيك اللي ينسى، سوينا عملية سريعة والحين نكمل طريقنا ان شاء الله امورنا طيبة. خلاص وصلنا، وايد زحمة العاصمة، وايد زحمة، ما باقي 3 كيلو 800-700 متر ونوصل، ندور فندق واخذ لي راحة يومين واتحرك. ابشركم اني ضيعت مرة ثانية، الحين لازم اخذ لفة كبيرة عشان اوصل. هذا والله الى التهك، هذا والله لا اعرف وين اروح، يمين يسار، لا اله الا الله. الحين المشكلة وين عالقة؟ المشكلة انه في الانفاق يقطع الارسال، يوم يقطع الارسال يوقف الجي بي اس، يوم يوقف فانا اطلع يبغي له ثواني لين يعيد يقرأ،